أفكر بالمستقبل عندنا أفكار ويستقبل أنا بأفكار وأستقبل لا يفلح ولا دا يقبل بنايا الجنون وانا الكل فيني مفتون ومطر عنده كم مزبون كركش بخبان كركش كركش يا مرهون الدنيا حضور لا دا يفلح ولا دا يقبل الدنيا ديجيتال ديجيتال سبحان شعبان كل الدنيا ديجيتال ماذا علي انت خبرني ديجيتال زين وايش الحال أصيلة؟ والله ما اعرف يا مرهون ولا انا اعرف بعد الحل عندي أنا ها؟ نصيب؟ إيه نعم نصيب أبو النظريات والأفكار يملك الحل يملك الحل نصيب؟ أسميك إنك ختمتها زين خايف عليكم تراني مسيرة والجاية هذه تو ماكم لازم نشوف حل لمشكلتنا هاي لازم نشوف لها حل أيوة وتدور على الحل بسرعة بعد بس ترى الحل ما يجي بالطريقة عجب بأي طريقة يجي يعني اهدأوا اهدأوا وإن شاء الله الحل يجي ولو أن الحل يعني عندي أنا ايه تسكت انت تسكت لما الكبار يتكلموا الصغار يسكتوا سمعتني يسكتوا ولا انت بعدك ما فهمت الدرس يا امي ويا ابوي يعني انتوا سمعوني سمعوني بس فهموني سمعوا نصيب ابو النظريات والافكار مرهون ايش تشوف مرهون اشوف الحل قدامكم اه الحل اكوا قدامكم هو ما الظاهر ان دش عقل ابوي يفتر اول حل اول حل اكوا هو 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 اول حل هو 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 اول حل ايش هو هلو هو 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 اول حل هو 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 مرهون هو 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 انت مو تشوف مرهون الحل هو هو قدامك هو 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 نصيبي يا ولدي نعم قبل لا تخرج تعال شوف ابوك لا تخافي على ابوي يا امي ابوي الحين في حاله تفكير عميقه واسترجاع الماضي هذه الحاله تراها ما اول مره تنتابه وانت أدرى بس هذه المرة حالته أشد من كل مرة لأن الظروف اللي هو فيها أشد أبوي جالسة تتداخل الأفكار في عقله كما تتداخل القنوات الفضائية مع بعضها البعض
يعني الجو صاير ما عندك ذاك يعني ملبد بالغيوم. الإرسال عنده ضعيف شوية ما قوي. الله يقاسيك من زمن. الله يقاسيك. يعني الواحد يعيش إلين يشيب وهو ما عنده بيسة في جيبه. يعني الديون تلحقه وين ما يكون. هذه حالة هذه حياة يا ناس. تو مالش ما الله يهديش. صلي على النبي. نصف الماضي ورا ظهرش وعيش الحاضر. الحاضر انك تصير تشوف ابوك. الحاضر ان ابوي يشوف له شغله يعيش نفسه من خلاله. هو الحين جالس يفكر صح في انه يكون له مستقبل. لكن عاد يا ترى يا امي، هل الوقت مناسب انه يحقق احلامه ولا عاد الوقت فات؟ انت ايش تقول يا ولدي؟ انا ما فاهمه. انت ايش تقصد؟ اقصده؟ تعال بياي وانا افهمك. ها مرغول انت بخير؟ وانت حتخليش ان انا مريض؟ ها؟ حق يا بنت من ساعة تضحك علينا ولا ايش؟ ولا ايش؟ طبعا ولا ايش؟ ابوي الحين في حالة مخاض. انا وبعدني؟ ايش هذا الكلام يا ولد؟ اقصد يا ابوي انك انت في حالة مخاض لولادة فكرة. فعلا نعم كلامك صحيح. نعم انا كنت جالس اشوف الحل. نحن اشوف الحل، الحل اللي بيغير حياتنا. كنت اشوفه قدامي وكنت عاد امسكه لكن هرب منه لانه حل ضعيف وما منه فايده. زين الحين حان الوقت انكم تسمعوا الحل اللي عندي انا. انا ابوي ما عندي وقت، مسافر السوق. والحل؟ الحل خله في القرش. صباح الخير ما. صباح النور. ها ايش اللي مقومنك اليوم الغبشه؟ عرب رايح تدور على شغل. هو في شغل ولا قلت لا؟ وانت من متى رحت تدور على شغل؟ ولا تريد الشغل يجيك لحد عندك؟ انا ما ادور على اي وظيفه، انا اريد وظيفه تليق بمقام الكريم. تليق بمقام الكريم؟ ايش تريد وظيفه؟ واحد مخلص ثانوية عامة، ايش تريد شغلك؟ مهندس ولا دكتور؟ لا عرفت؟ مدير عام في شركة؟ يا ولدي يا خليل، يا ولدي يا خليل، الوظيفة يروح يدوروا عليها، ما ينتظروا تجي يوم لحد عندهم. ما متى يجي اليوم اللي تسكتي فيه على ذي السالفة؟ إذا ما تريد تسمع هذه السالفة، سالفة ايش تريد تسمع حضرتك؟ سالفة الشاي بحمدان. انت متأكد من هذا الكلام؟ متأكد يا عمي، وطلب مني اسوي له واسطة. سوي له واسطة؟ كيف يعني واسطة؟ نعم عمي واسطة. انت تعرف ان بعض الامور ما تمشي الا بالواسطة، وهذا شيء عادي. بس يعني كيف انت يعني بالذات تسوي له واسطة؟ خبرني. اروح اخطب لي اياها. تخطب لي اياها؟ هو طلب منك هذا الطلب؟ اي نعم عمي. وزيدك من الشعر بيت. وعشان يتقرب منها اكثر طلب مني اوصل له هديه من عنده. خليفه هذا الشحيح يشتري هدايا؟ انا والله بعدي ما مصدق. صدق عمي، الحين عاد انت اللي لازم تتصرف. والمطار أبغاك توقف معي شوية وراتبك أزيده. عفا عليك يا عمي، أنا بوقف معك. تروح خرخشة الحين مخباك. بخرخش مخباي من تو. لكن أقول أبغاك تجيب لي أخباره أول بأول، وإذا أعطاك الهدية خذها منه بس ما تعطيها إياها. أبين أوديها؟ أعطيها رحمة بنتي، لأن هاي ذرية ما لها نصيب الهدايا. والدنيا حضور كما يقولوا يا بطل. سمعت؟ صدق عمي، بس عمي اذا باكر سالني ايش اقول لك؟ قول له اعطيته اياها. زين؟ عشان تستوي المشاكل بين ثريا وبين خليفه ويضاروا وتتفركش الزوايا ويبقى من بالميدان بقى حمدان الوحيد بالميدان. والله انك تفكر يا عمي. نعم تفكر. راوية الذكرى؟ كيف ما راوية؟
الحين ندوكا شوف. عجب هذه قصتك يا خليفة. بنشوف أنا ولا أنت. يا ترى أنت بعدك في البيت يا خليل ولا خرجت؟ نسخت يا أحمد نسخت. تفضل يا مرهون. أحسن جزاك الله. كيف الفلوس؟ ليش خذت الفلوس؟ أنت نسيت إنه ولد نصيب ومصلح لك الرصيف 4 مرات ومركب لك ومضبط لك الدش يجي 10 مرات وأنت ما أعطيته ولا بيسة؟ أنا كنت أخصم عليكم من إيجار البيت. أجار البيت علي أنا، ما تخصم من حق ولدي. المواضيع اللي بيني وياك ما يتدخل فيها نصيب. زين ادفع اللي عليك وأنا بسحب القضية اللي مقدمها ضدك. إيش رأيكم تعطوني فلوسي بدل ما انتوا قاسين تضاربوا كذاك؟ انت ابوي توكل توكل، دفعت اللي عليك وتوكل على الله. انا وثاني بنستد. سير سير. عقف في امان الله. في امان الله. توكل على الله هلكتنا. اخل يلا جيب فلوس. جيب رح. جيب الفلوس. جيب الفلوس. كيف؟ خلي ولدك نصيب يجيني البيت ويصلح لي كل الامور اللي اريدها منه. واذا ما جاني تراي بقبضه بعلقه في هالدكان وبكتب عليه تنزيلات حق شهر رمضان. سمعتني ولا لا؟ صباح الخير. صباح النور. انت بعدك ما رايح الدوام؟ دوام؟ انت نسيت ان اليوم الخميس يا زهرة. على العموم انا بروح السوق الحين، تريدوا شيء من هناك؟ لا مشكور ماجد. يلا بخليكم الحين وبجي بعدين اطمن على خالد سعادة. يلا مع السلامة. مع السلامة. زهرة يا زهرة، وينش يا بنتي؟ أنا هني من عند الباب. هذا ماجد. ليش ما توافقي يا بنتي على زواجك من ماجد؟ وانتي يا أمي حال من أخليش؟ أخاف إني أتزوجه وبعدين يتغير ما يتحملنا نحن الثنتين. قدمي الخير يا بنتي. لا يا أمي، أنا أقدم سوء الاحتمالات وبعدين ما أخليش تتعذبي أبدا، وإن شاء الله عمري ما تزوجت. سامحيني يا بنتي، أنا تعبتك معاي. لا أنت قادرة تتزوجي وتعيشي حياتك، ولا أنا الله رايد يا خمانته مني وارتاح. لا تقولي هذا الكلام يا أمي، الله يطول في عمرك إن شاء الله. وبعدين أنا لما كنت صغيرة ما أنت تعبتي معاي؟ خلاص خليني أقدم ولو شيء بسيط بس من جمايش. الله يخليش لي إن شاء الله. وانت ليش ما تزوجت من ذيك السنين؟ ايش لم حيربك لينا الحين؟ كنت اجهز نفسي. جفن. يلا 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 عمك راح عيوني. انا بعد نسيت انه ما يشوف. ايش قال؟ اقول له يعني متزوج كان يكون عندك حرمة تساعدك وترعاك وتلبي طلباتك. العين بونها ما بصيره من اول. واليدين دوك كيف طولها؟ لكنها قصيرة. أقول لك ما قلت لي. خير يا عم شعبان؟ الحريم الحين أقول لك غيروهن ولا مثل ما هن؟ لا عمي غيروهن. الحين صار الديجيتال. الغدكت وسوالفك إيش نوب ذا اللي يقتل؟ ما أدري عنك عمي الله يهداك، يعني إيش بيتغير فيهن؟ الحريم نفس ما هن، لكنك معذور.
اللي فيه الفايده. اسمعني ايش اقول لك. الله يقول قوم سمعني. ايش رايك اخطب لك خالتي ثريا؟ ثريا ام خليل يعني؟ نعم ام خليل، بس المهم انت خرخش مخبار خرخشه. ها استاذ نصيب، متى بدك تبدل لي البطاقه المشفره؟ ترى البطاقه اللي عندي قربت تخلص مثل ما تقول. يعني انت مصر يا ثاني اني تبغاني اركب لك هذه البطاقه؟ عفا عليك، وليش لا، ما دام انها تجيب افلام زينه ومباريات بعد. لا والله. نعم هات خشمك. خلاص خلاص، بسم الله بسم الله. قهوه بقى، قهوه قهوه، صرنا قهوه عليه قهوه. ماشي اشوف ان ما حد جاي يشتري. ماشي. السلام عليكم. وعليكم السلام. اصيلة انت هنا في السوق؟ زين كم هذه المجامع؟ ما عندنا مجامع، مخلصات. خطفي عقب ايش هذيلا؟ هذيلا هذا مجامع ما مال خمام، هذا مال ضرب، وان كانت تبيني اقرب في ظهرش انا ما عندي مانع. معنى هذا انك انت شايله واجد في قلبك علي. يلا احسن لي اقوم اسير قبل لا يستوي شيء في السوق. خفه وراحه. سمع الله. سيري مالك الله يهديك اصيله، حرمت بغت تشتري مجامع. ايش مالي الله يهديني، هذه المديره، هذه المديره هي ذي؟ هي ذي، الله أكبر عليها، أنا وحدي مستعجبة من هذيل الأوادم، يبهدلوا خلق الله ويناموا فؤادهم بارد. هاي ترى أبوي، اللي فؤاده بارد ما يحس باللي فؤاده محترق. نعم هي ذي، هي ذي المديرة؟ هي ذي، نعم هي ذي، ما حد غيرها. تبغاني بعدني أنا بايعها مجامع؟ يلا. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. طب هذيل الناس متى قايمين يدفعوا لي اللي عليهم؟ لا يكون مفكرين إني أنا قاعد أشتغلهم ببلاش. لكن لا، أنا لازم أخذ حقي منهم بأي طريقة. إحنا اليوم في آخر الشهر، وأكيد رواتبهم تكون نازلة. لازم بكرة أمر عليهم وأطالبهم بحقي واحد واحد. نعم. أوه، هذي لو حدهم عليهم حالي 130 ريال. لا أبوي لا، أنا من بكرة لازم أبدأ أتحرك، والخطة الجديدة جاهزة للتنفيذ. بيحلها الحلال يا ابو نصيب، لا تفكر واجد وهدي نفسك، هو بكره الله بيحلها وبيفرقها يا رب العالمين. منعم بالله يا اصيله، بس متى متى يا اصيله متى؟ متى هذه حلها عند رب العالمين. نام نام يا مرهون، والصباح رباح. حمدان انت جنيت ولا ايش؟
الله يهديك يا ذري، انت سمع كلامي شويه والله. قولي شو هذا صح؟ نعم هو هذا صح، هذا عين العقل. انت اقولي تخيليهم وهم متزوجين كذا. لا ماشي 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 والله، اجلس امسح وادي. قصدي اقول يعني كانهم عصفورين في قفص من ذهب. ايه بالله نعم. اقول ثري انت والله لا تسمع كلامي وتريحين من ذاك القهيم اللي اسمه خليل، وهذا اللي عندي هذا اللي فاقرتني. نعم اي والله والله ريحينا منهم وخلني احنا نرتاح شويه، صار متعذب. نعم مثلك والله وحيد وحيد. ها اعطيكم اياها، خذوها اليوم قبل بكره. اي والله واسوي لكم ديسكاونت نوبه، اعطيكم 75% و25 حالي. اي اتفقنا. يلا صبح على خير. يا الله يا الله يا الله يا الله. السلام عليكم. وعليكم السلام. هذه حزمة خناجر؟ لا إحبال، إحبال بيطلعوا بالنخيل. تعرف الحابول؟ هيا حابول مال النخيل. لا لا هذا حزمة خناجر. أنت إيش تريد الحين؟ إيش تريد؟ أنا بغيت حزام حال خنجر الجديد. زين تفضل. خذ 50 ريال. بكم؟ 50. أبويا صناعة أصلية، حرفة تراثية هذه عمانية 100%. مو تحسب أنت مثال اللي يجيبونها اليومين ما أعرف من يجيبونه. بس فيه اللي يجيبون من برا. يخرب. يخرب صناعة وحرفة آبانه وإجداده. قول إيش فيها بعد؟ أنت ترضى أن الحلوى العمانية باكر مقلدة تجيك من برا؟ وهي رمز من رموز صالتنا؟ ليش نخلي الناس يقلدوا رموز صالتنا هذه؟ ها؟ ليش؟ ليش نرضى؟ إذا إحنا ما نحافظ عليها، من بيحافظ عليها؟ والحين أنت من قامشت عندك حزام بخمسين ريال؟ اللي يفهم هو بيشتري، واللي مثلك ما يفهم يربط له لوح في الوسط بحبل ويخلي عليه. قم 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 تحرك تحرك. أنا بغيت محزم. ماشي اللي حق معزم ماشي. يلا قم تحرك. عندك خنجر ب60 ريال وما عرفت تربطها، خذ لك خيط ب200 بيسه واربطها على وسطك. زين اكيد تبع صاحي. زين شوف اللي صاحي وتعال بعدين. ها صاحي. مرهون مالك ذاك لابق على الاولاد بعيد الشر؟ انت ما تشوفينه كيف يتكلم؟ هذا ما شرايه، هذا خناقه بس خنقع على البلاد. مرهون. نعم. ترى احنا صايرين عصبيين اكثر من اللازم، هذا الشيء ما يصير. العصبيه يا انسان ترى ما تحل لنا مشاكلنا، خلينا نفكر واحنا هادين. يا صيله انا صرت الحين حتى ما اعرف افكر، الديون تلاحقني من كل مكان، ما اقدر اشوف على وجوه الناس، يكفيني بس وجه ثاني اللي دائما في وجهي. خالتني يا مرهون انا عارفه والله ان حالتنا صعبه عارفه، والشغل في السوق ترى ما جايب همه، والجلسة بدون شغل نوبة ذل ومهانة. زين وعندك حل لمشاكلنا صيرة؟ عندك حل؟ لا عجب سكتي، خل نسمع البحر ايش يقول. اقول مرهون آه. مو رايك تسمع كلام ولدنا نصيب؟ يمكن عنده الحل الزين. قلنا لك يا ابوي سكتي، خل نسمع البحر ايش يقول. سكتي نصيبه. ها بنتي أول واحد أنفذ معاه خطتي الجديدة يا سيد بن صالح. إذا ما أعطيتني فلوسي لا ألغي لك كل القنوات الفضائية ولا أخبط لك الدش فوق تحت. ما عليك أنت 15 ريال ما رايم تدبرها. زين 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 قاعد قاعد تعال. صبر صبر لا تكسر الباب. هذا انت نصيبان، كيف حالك؟ الحمد لله. تفضل تفضل تفضل. باغي غوازي يا سيد بن صالح ولا قالوا لك انا ما يلي عندك غوازي؟ لا لا لك فلوس بس بصراحه انا ما عندي الحين، من هنا اجيب لك 15 ريال يا رجل. نعم. ما راي متدبر لي اياهم خلال 6 اشهر؟ حاشي هذا ما 15 ريال ده 15000 ليره. ها زين ان شاء الله ترى بعدين بعدين، تو الحين ما عندي. قلت لك سيد بن صالح. نعم. مو رايك انا اخذ من عندك فلوسي واركب لك قنوات فضائيه رياضيه جديده؟ بس فيها مصارعة يعني؟ فيها مصارعة على الهواء مباشرة. يا الله عبزين أرجوك إنك تركب لي، مو رايك يعني؟ ولغوازي خليهم بعدين. سيف. نعم.
البعدين مالك انت؟ تراهن سنتين. لا 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 ان شاء الله اعطيك اياهن قريب ان شاء الله. انت مو رايك ارجوك ترك ما تخذلني. حاضر اتركب لي يعني؟ اركب لك. ها زين زين ان شاء الله ان شاء الله. صبر شويه زين صبر. ها اجيك سوي لي درب ان شاء الله ولا يهمك. باغينا اركب له قنوات فضائيه زي بن صالح. لعبي الغبر عجب. شوف شغلك. يلا يا رصيب. بصراحة أنا حاولت أتعلم كيف يضبط الدش لكن بصراحة ما أعرف. بس أنت قول لي كيف تعلمت. خليك أنت من الكلام سيادكو. نعم. وسيضبط لي الدش فوق السطح. زين. خلي عكس اتجاه الحالية. لكن اسمعني. نعم. شوي شوي على السحنة متحركه. إن شاء الله. خليك هناك فوق السطح. أنت كذا ما أقول لك. إن شاء الله. يلا سيتحرك. تبغى شيء ثاني؟ أبدا سير يلا حرك. ماذا غن تعطيني غوالي سيافة؟ ما عندك. إن ما لخبطت لك هذا القنوات وشفرتهن وخليت ما حد يعرف يفك رموزهن إلا أنا ما أكون أنا نصيب. وإنت عارف فوق خات من هالسالفة جالس تلعب بالدش وتلخبط به وشوف عاد إنت أحلى قنوات بعدي. خليك انت بس خليك كل شيء تمام خليك هناك انت لاقي زين ان شاء الله ان شاء الله. ما قلت لكم اني انا نصيب ابو الافكار. عليك يا مطر شغلت لي بالي بهذا الموضوع بصراحة. أنا من زمان كنت ناسن هذا الموضوع. يعني الحين بعد ما شاب يودوه الكتاب معقول إن الحين أتزوج؟ بعرف إيش بقول بعد إيش بقول إيش بقول. لكن ليش لا؟ إيش اللي يمنع؟ يا شعبان ليش ما فكرت في هذا الموضوع من زمان؟ أقول لك الحين ثريا في ظنك بتوافق عليه؟ بتوافق ليش ما توافق؟ وليش لا يعني ليش لا؟ ها؟ إيش اللي ناقصني يعني؟ الحمد لله من ناحية الصحة الصحة موجودة. أما الجمال ما شاء الله لا الغنوز مازرة. أما ناحية النشاط ما يحتاج غزال ساير غزال كان أستريح شوي كمين مرة مني للسوق. يا شعبان أنا عندي لك رأي إنك تروح تشاور حمدان أحسن لك تال مشاورة زينة. إيش رأيك؟ يلا بوي مشينا توكلنا على الخرطة. تو أنت مالك ذاك من صم وجالس بلوق لسانك؟ إذا عندك كلام قوله مالك دك 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 لمنتا. بقول خويا حمدان بقول بس تقعد نهر بك شوي هدي اعصابك. اقول حمدان ايش رايك بالزواج؟ يا الله كانك حاس فيه شعبان تبعه.
روحي بعد لي ما فهمتك. هو في احسن من الزواج للانسان العاقل؟ ها يعني انت موافق؟ انت لو ما جاي ومشاورني في هذا الموضوع كنت انا جيتك وحدي. حيبو بيني انا ما غلطان يوم جيتك حين اشاورك. انت بتكون غلطان لو ما شاورتني شعبان. وافقتي؟ ما مصدق نفسي صدق، ما مصدق نفسي. ولا انا شعبان ولا انا العاب. لكن اقول لك قول حمدان، ها في ظنك هي بتوافق؟ هي موافقة من زمان بس تترجى الاشارة. حمدان انت احيانا تزعلني بكلامك هذا، يعني حد يسوي اشاره حق عمي؟ والله هذا الكلام ينطبق عليك انت شعبان. ايوه صح صح صح، ايه هو الكلام هذا ينطبق علي صحيح. ما يخالف ما يخالف حمدان. اقول لك متى بنروح نخطب؟ في الحقيقه انا باغي اكلم اخوي مرهون في الموضوع. نعم دخل اخوك دخله يا ابوي. كفايه انت بس. ترى انا قلت كذاك قلت كذاك والله، لكن بعدين فكرت قلت لازم اخوي مرهون يعني شاركنا في الموضوع. ابدا ابدا ابدا، روح يا ما تشوفه في داعي مرهون يشاركنا يا ابوي. مثل ما قلت لك كفايه انا عن عينك. لا لا عيني نعم امين، وانت بس. انت هتقلع على عيني؟ انت كذاك شايف كذاك شايف؟ يا حمدان خلاص هيا عشان ما نضيع الوقت. يا الله واخيراً هتزوج دريع. ها؟ أنا كأني نعميت شوية. أما روحي روحي كأني شفت البهو. نعم شفت له بس فتحت عيني. نعم تو إيش معنى هذا الكلام؟ إيش معنى هذا الكلام؟ هذاك من صوب وهذا جايني من صوب. نعم أنا ما أقول شيء حتى وما أقول أقول قدينا الفايدة بقى. يا رجال انا ما طالبه من عندك 5 ريالات تعطيني شهر واطلب منك 5 ريالات، متى تعطيني هذه الفلوس؟ لا والله 5 ريالات 5 ريالات مره واحده؟ مو قالوا لي انا مجنون عشان اعطيك 5 ريالات حضرتك؟ انت تحسبي ان ال 5 ريالات هذه سهله؟ ها سهله؟ لا لا 5 بس، لكن في الحقيقه هي 5000 بيسه. 5000 بيسه يا حرمه، كوني عاقله ويلا مع السلامه. اوف متى الله يخلصني منك ومن بخلك؟ يا نصيب افتح الباب افتح الباب. ما افتح الا لما تعطوني قوازي وكل شيء قشمه ونصيب. ان شاء الله ولا يهمك انا اعطيك الفلوس، بس انت افتح الباب. ما افتح الا من دفعوا لي. انا ادفع لك. يلا ادفع. ان شاء الله الله بندفع لك. يلا ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله حاضرين ان شاء الله. أنا أدفع لك. أنا أدفع لك. هالغيرة؟ أنا أشم ريحة عرسية. الله أكبر عليك، أنا وحدي ما مصدق. نعم واللي جايبنها خطيبتنا الثريا. لكن شوف عاد أنت الخدمة
يا انتم ما تتكلم ما تمرر واحد. سبحان الله. تو انا ابغى اسالك، انت تقابل ولا عوار؟ يا ريت ود الحلال لو اشوف ولا مفتح. تعال نشوف تاريخ العيد يوم 7 رمضان. تاريخ العيد 7 رمضان؟ اقول جعبان بيكون قصدك هلال العيد. انت يا ابوي لا تزعل تقعد تصرخ، هلال العيد بس يكون تاريخ 15 رمضان. شوف انت. خليك محاور لا لا تداور، فكر وشاور بالمنطقية. يا حساي ما طحت واقف كل ما أجازف دارت علي. خليك محاور لا لا تداور، فكر وشاور بالمنطقية. يا حساي ما طحت واقف كل ما أجازف دارت علي. العمر عدى والراس صدى ما عاد فيا، كل ما نحاول محنا نزاول ننشات فاول ضربة قوية. خليك محاول لا لا تداول، فكر وشاور بالمنطقية. هيا حساي ما طحت واقف كل ما أجاز دارت علي. أخرس محاسن سامح وعازم، شد العزايم بنفس قوية. وين دكانك ارجع مكانك، افهم زمانك فكر شوية. خليك محاول لا تداول، فكر وشاور بالمنطقية. هيا حساي ما طحت واقف كل ما أجازف دارت علي. كل ما أجازف.